انا مش هفرح لما كارلوس كوريش يكسب لي ماتشين ليبيا ونوصل فيهم. معلش يا كابتن انا هقطعك في النقطه دي لان نقطه مهمه جدا. انا وقت قريب جدا وحضرتك نجم كبير وعارف هذا الكلام، وقت قليل جدا ان انت تجيب خبير اجنبي على الرغم من اشاده الجميع بوجود كارلوس كيروش، ولكن الوقت قريب جدا. هل لو لا قدر الله حصل حاجه، وده طبعا لان الكلام اللي حضرتك بتقوله ده كلام محترم جدا، لانه بالظبط وارد جدا في كره القدم ان المباراتين القادمتين الراجل جاي ما بقالوش اقل من شهر وبيفكر ازاي يكسب ليبيا، فلو لا قدر الله حصل حاجه يبقى هل حضرتك مع ان هو يكمل بشكل اعتيادي يعني او بشكل طبعاً مستمر؟ طبعا يعني انا مع فكره الاستمراريه بالنسبه لاي جهاز فني، مع فكره الاستقرار بالنسبه للاجهزه الفنيه. عندنا امثله كثيره جدا على مستوى الوطن العربي والعالم، يعني بنتكلم عن النادي الاهلي كاستقرار فني موجود، نختلف ونتفق على بعض الاسماء، لكن في استقرار فني ده بيدي مزيد من القوه ومزيد كمان من الاستقرار او الثبات العناصر اللي موجوده بالنسبه للانديه وللمنتخبات. انا مع فكره تواجد كارلوس كروش، نتيجه سلبيه ما ترضيش الجمهور المصري، ولكن انا مع بقائه واستمراره، وزي ما قلت لك لازم يكون في بلان معمول بالنسبه للكره المصريه كمان للمنتخبات تحديدا، ولا تقتصر فقط على المنتخب الكبير. دعنا من اختيار الكابتن شاوي دي هنتكلم فيها بعدين يعني مع بعض بره الهواء. انما طبعا الفكره كلها اتمنى ان يكون نافين جابر له دور في عمليه اختيار العناصر السنيه وكمان المراحل بالنسبه للمنتخبات. لازم كارلوس كروش كمان يكون متواجد في مصر اكثر، كان موجود في بعض الظروف هتقابلنا، منها ان احنا ما عندناش دوري، مباراتين بس اللي اتلعبوا، معظم العناصر الفنيه مش جاهزه في الوقت الحالي. اللي جاهز بالنسبه لك هو اللاعبين المحترفين فقط لا غير، ودي مش شماعه، لان احنا كان ايام الكابتن حسام البدري بنتكلم عن الجهاز. ففي الوقت الحالي مش عاوز الجهاز المعاون يطلع يتكلم يقول لك اصل احنا ما عندناش استمراريه مباريات في التوقيت الحالي، وبالتالي انا مع استقرار واستمرار كارلوس كروش لا قدر الله في حاله اي نتيجه سلبيه لمصلحه الكره المصريه، ونبتعد عن الشماعات ونبتعد كمان عن الامور اللي بنعلق عليها النتائج اذا كانت سلبيه او ايجابيه. طب كيف يمكن ان ينجح في مباراه ليبيا يا كابتن تحديدا؟ لانه انا برضو بشوف ان الوقت قريب جدا جدا جدا، وحتى لو كان الراجل ده راجل عبقري زي ما السي في بتاعه بيقول وزي ما هو واضح جدا من تجاربه الكتيره خلال الفتره الاخيره، ولكن برضه ازاي ينجح في ماتش زي ماتش ليبيا؟ هتيجي اولا بتعاون الجهاز المعاون بشكل أيوة جدا، لان هم هيكون الاكثر حرصا وكفاءه على شكل اللعيبه اللي ممكن يكونوا في مباراه ليبيا، وهو كل مباراه داخليه غير المباراه الخارجيه، وانت لعيب كوره كبير وعارف طبعا دي مباراة مختلفة خالص، وبالتالي اختيار افضل العناصر والاجهز دي رقم واحد، وهيبقى دور الجهاز المعاون مع الكوتشنج اللي هيعمله كارلوس كوريش اثناء المباراة، ومتابعة ثاني حاجة متابعة المنتخب الليبي بشكل جيد جدا جدا جدا. عندهم بعض العناصر الجيدة ولكن عندهم بعض المشاكل في خط الدفاع في نص الملعب ممكن تكون في صالح المنتخب المصري. ثلاثة، ودي النقطة الأهم، هي الحالة النفسية التي سيكون عليها اللاعبين المحترفين وخصوصا محمد صلاح، لان محمد صلاح في الفترات اللي فاتت لم يكن يلعب بشكل نفسي مرتاح. وبالتالي على كارلوس كروش وعلى الجهاز المعاون الذي اختير بعنايه، لان ضياء السيد من المدربين المقربين الى مجموعه العناصر اللي كانت موجوده معاه قبل كده في كاس العالم في كولومبيا. النقطه الثانيه ان محمد شوقي كان موجود مع المنتخب الاولمبي، همزه الوصل ما بين المنتخب الاولمبي، صح صح، وبالتالي المجموعه دي لازم يكون عليها دور كبير جدا، ومع ذلك انا بتكلم على الحاله النفسيه لمجموعه لعيبه تقدر تشيلك وتقدر تتعامل معاك في المباراه الاولى تحديدا. اذا عديت المباراه الاولى بشكل جيد وباداء ممكن نقول 40-50% بس النتيجه ايجابيه، ده ممكن يدي نوع من انواع الاستقرار النفسي والمعنوي للجهاز انه يشتغل براحه شديده جدا في المباراه الثانيه. المباراتين قريبين لكن الثلاث اسباب دول مهمين جدا جدا يا كابتن اسلام.